السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجور في قناتكم سبور على دي زاد مع قادي. مرحبا بكم خاوتي وبارك الله فيكم على الدعم. خاوتي قبل ما نبداو الموضوع ما تنساوش عاونونا بلايك والاشتراك اللي راه يتفرج فينا جديد، هكا القناه تكبر والمحتوى ينتشر بفضل الله وبفضلكم وبارك الله فيكم على كل شيء. نبداو خاوتي في موضوعنا تاع اليوم، هو موضوع او تصريحين للاعبين لاعبين دوليين سابقين اللي هو فاروق بالقايد خاوتي بالإضافة إلى أسرير. الأول اللي هو فاروق بالقايد اتطرق لموضوع سعدان ودخل في موضوع شارف ودخل كذلك في موضوع نغيز، والمسجي كان حول أبو نجاح والكلام هذاك التونسي. إضافة إلى هذا عندنا تصريح أسرير اللي حاول يتطرق الى موضوع سعدان وروراوة والماتش مبيوع مش مبيوع، انهم حسوا بحاجه. راكم سمعوا كلا التصريحين خاوتي، ومن بعد نتطرقوا الى الموضوع ونحاولوا نجاوبوا بموضوعيه وبالمنطق. خاوتي نبداو خاوتي بالموضوع الاول اللي هو فاروق بالقايد. لا علموك تماك او قال لك لي سي تسعد بوعلم شارف الحوار واش بوعلم شارف هذا اكسبيرت على خوش عندو بوعلم شارف زيد يرجعوا لي في الفريق وداروا خلونا الحراس سي تي دي بون جوار حنا نتخباو وسعد الحقرو وكدا انا با سونتي مهضروا ديرك ما حقرو ما والو هو حقرنا ديجا هو ما شفتوش واش حقر لي جوا تهضروا غير سعد الحقرو حقرني انا واحد حقرني سعد انا انت قلتي لي لا لا انا مليح معايا انا حقرني في التيران انا جابي ما طريناش خدمت معاه صح انا وطريني تما انا حقرني من فوبار قولوا ان كرون ميسيو ان كرون ميسيو ان كرون ميسيو ان كرون ميسيو بصح انا بور مو ولو افيك تو مي ريسبيك كاع اقسم بالله انا ما عندي صاحبي انا وطرينور اكو تهضروا نغيز ما انا ما عندي صاحبي نغيز ما كانش ملعب مولودي طروا كات ماتش كونسيكيتيف يا با لي جيطا انا ما عندي انتوما اللي تحبوه ولي صاحبكم مليح 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 انا علاش انت تعب انت تعب انا تقبل تقبل انت جوالي خرجوك من التيرا خاوتي كيما سمعتوا التصريحات مثيرة والتصريحات يا خويا راكم نلاقشوها خاوتي تقعد دايخ. مي فاروق بالقايد كلاعب كان من احسن اللاعبين، واحد يهضر الصراحة خاصة في البوست تاعو خاوتي كان من احسن اللاعبين، وربما حس بلي روحو انظلم في وقت رابح سعدان مع الفريق الوطني الجزائري، لكن لكبر سن رابح سعدان ويعتبر شيخ المدربين ويعتبر من بين المدربين اللي قادوا نجاحات وساهموا في ثورة النجاحات للمنتخب الوطني الجزائري، باش تقول عليه موش كرون ميسيو باش تقول عليه بزاف امور، يعني كلاعب وكبالقايد اللي نعرفوه تنقص منك حتى ماشي تزيد فيك حتى، ربما خلافك الشخصي ربما راك حاس كيما حس رحو كيما حسوا عده لاعبين كيما حس دحو كيما قبلك دحو كيما ولا معاك في الجيل تاعك ولاعبين كثار في الجيل تاعك حسوا رواحهم انظلموا، لكن كانت تكون اجابتك اهدى وتكون متوازنه. كون خليتها ولا قلت انا حقرني كي راه يهضر هو على الحقره راه ديجا مجرب الحقره، خاطر كاينين لاعبين مهمش معاه بالقايد، كاين لاعبين بزاف كي يهضروا على سعدان يقول لك حقرنا في المنتخب الوطني، ربما كان يفضل اللاعب المحترف ربما كان يفضل اللاعب المغترب، لكن باش توصل انه ليس كيما حنا نقولوا رجل كيما حنا نقولوا عظيم ولا ان غون ميسيو ولا تقول عليه والو بالنسبه ليا، هنا شغل طيحت بقيمه كل التتويجات ولا كل الافراح اللي صنعها سعدان من خلال مقابله مدرمان من خلال تاهل لكاس العالم وعده امور. السيد راه يخدم ما على باليش انايا من الوقت جدي راه يخدم، انت تجي تصغره وتقول عليه والو. السي بالقايد انا نحترمك كلاعب وشفتك تلعب فوق الميدان وكنت من احسن اللاعبين الموجودين في الجزائر، ربما ظلمك بعدم استدعائه ربما ما عطاكش الفرصه، لكن انك تجي تطيح من القدر وهكا وتقول انه والو بالنسبه ليا هنايا هنا ربما كنت تهدر على جانب الحقره اللي تعرضت ليها، ربما كنت تهدر على عده امور، لكن باش تطيح من قيمه رابح سعدان سواء ككوتش سواء كقائد انتصارات المنتخبات الوطنيه سواء يبقى رابح سعدان مدرب وطني، يبقى رابح سعدان أهل الجزائر لكأس العالم، يبقى رابح سعدان أهل الجزائر إلى نصف النهائي والربع النهائي لكأس إفريقيا، يبقى عنده
عنده مشوار كروي تخليه من بين أحسن أو أحسن المدربين أو شيخ المدربين في الجزائر. أما بالنسبة لشيرف والنسبة لنغيز هما بعد عليك كل البعد، ربما ما عاصروكش ولا ما عاصرتهمش كمدربين ولا ما حتى ما أنك ما لعبتش معاهم، خاصة شيرف ليعتبر من أحسن المكونين، لهذا الاتحادية تخليت عليه. بالإضافة إلى نغيز يعني نعرفوه أنه كفاءة سواء خارج الميدان من حيث كل المحتوى العلمي اللي عدو، بالإضافة إلى هذا مازال ما لقاش الفرصة تاعو، ولما لقى الفرصة تاعو مع نادي كبير اللي هو المولودية الجزائر شفناه كيف كان التصرف الإدارة، ربما كون خلوه وطفاو اللعب، وخاصة على التصريحات مع أنه هو المسؤول على التصريحات تاعو، وخرج لاعب من المولودية قال لك احنا قلنا له هدر، يعني أمور كثيرة ربما كنت تفادى هذا يا سي بالقائد، وما توصلش روحك لهذه التفاهات باش تقعد انت كلاعب وكنموذج لاعب محلي عندك كما احنا نقولوا مشوار كروي مع احدى الانديه الجزائريه، عندك تتويجات، عندك مشاركات مع المنتخب الوطني، حافظ على هذه السمعه خاصه في المجال الاعلامي، تارك داخل في المجال الاعلامي ونعرف ان هذا المجال فيه وعليه، لهذا رساله من عند سميها كما بغيت، مع اخ، مع واحد ما يعرفكش، مع واحد كان يتفرج عليك، واحد يبغي كلاعب، تجنب هذه التصريحات كما احنا نقولون عنتريه، خليك بالقائد قول الصراحه بصح، حاول ما تقللش من الخصم من الناس كي تقول عليه والو، وتقول على شرف ديروه دي ريفيرونس، تقول على نغيز شاكين مكان والو، خلي هذا وقعد بعيد عليهم بالقائد، راك داخل في مجال الاعلام، راك دير في حصص ما شاء الله، تروح تحاول لاعبين، خليك في هذا المجال خير ما تخسر كل شيء. هذه نصيحه من عاد سميها قلت لك كيما بغيت، محب ليك، كنت نتفرج عليك، بزاف امور، لهذا سيب القائد، ربما في هذه خطيتها 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 مليار مليار مره. نروح خاطي التصريح الثاني ولي كارثه كذلك، وما كناش نقارعوا من لاعبين دوليين كي تخلص المشوار الكروي تاعهم يخرجوا بهذه التصريحات. نروحوا خاطي شقال ناسم اجرير ومن بعد نهضر. استمعنا لتصريح سعدان وناسم اجرير، انت كنت حاضر في الماتش تاع انجيلي ايجيبت، وسعدان يقول ماتش مخدوم، هل انت كنت يعني احنا ما كناش على بالنا كما الواحد اللي كان على باله سعدان وملك راس فيدرالي، بصح انا ما نكذبش عليك، انا ذاك الوقت باسكو احنا راح نمثلوا شعب بلاد، ما تقدرش هذا ماهوش فارق راح تخدم الماتش مثل الفارق، هذه بلاد مع بلاد خويا، انا ربحت كوب دي موند زدنا نربح كوب دافريك، لحقنا النصف النهائي، لحقنا خلاص دوك انا ما نكذبش عليك، انا هذه سمعتها عندها بزاف ولا رقصتني باسكو هذاك الوقت حنا كنا قادرين اون 2010 ندو كوب دافريك، هذيك كنا قادرين ندو باسكو كان عندنا واحد المورا تاع الكاليفيكاسيون كوب دي موند ومنا، دونك كنا قادرين، وكان الفريق المصري كان شويه كان يمر لا سورتو كي اللي طاح معانا ومنا، دونك انا اليوم ما نكذبش عليك اليوم المدرب انا شوف انا هاي داكور حتى انا مدرب لي باريزوك نسمع باللي خادم الماتش انا نجبس ما راك دخلت لا احنا اللي رحنا الضحيه احنا رحنا ضحيه احنا على الشعب هذا ما يحتاجش كوب دافريك تاع 2010 قال المشكل كبير غير خلاها في ستر والله العظيم خليها بينك وبين يا اخي. انا في التصريحات تاع اسرير ما قالش باللي الماتش مخدوم، قال كي على الهضره تاع سعدان، قال لك احنا كلاعبين، واحد يقول الحقيقه احنا كلاعبين ما حسيناش وما نطيقوش نخدمه، اذا اللاعب ما خدمش المدرب ما يطيقش يخدم، لو خرج بعنتر، خرج بوقرة، خرج زياني، خرجوا عده لاعبين واستاءوا من تصريحات كود سعدان، وسعدان في ذيك الفتره كان يخدم في الاتحاديه، يباغي يتودد للاتحادية، باغي يتقرب من الاتحادية، عنده خدمة في الاتحادية، خلصة ما شاء الله، ليبي طيارة واجدين، وكل حاجة، يضرب كيما نقولك ألف باش يتقرب الباء، وضروك كي خرج ملام الألف لام الباء، أتاكاهم في زوج، مع أن في الحصة هذه اداو رأي واحد، وما بغاوش يهضروا حتى كي قالك ما عندناش تسيير في الكرة حاليا، ما كاش مسيرين قالهم، قالهم حاليا ما عندناش مسيرين، يعني عندنا اتحادية بلا مسيرين، وأسرير حاول يتجنب لكن لما حشوية، قال لك احنا حسينا بظروف، يا سي أسرير فهم روحك دروك، اللاعب شكون اللي يخدم الماتش؟ المدرب ولا يخدمه البريزيدون ولا يخدموه اللاعبين ولا يخدموه الحكام؟
عناصر اللعبة داخل المستطيل والمسؤولين على النتيجة شكون هما؟ اللاعبين والمدربين، اللاعبين وكسميهم لي الحكام. إذا كنت باغي تخدم ماتش تروح تشري حكم، إذا باغي تخدم ماتش تشري حارس، تشري مدافعين، تشري مدافع يخرج بحمراء يجيب لك زوج ضربات جزاء، تروح تشري كيما حنا نقولوا حامل الراية، تشري عندك طرق، ولكن يكونوا داخل المستطيل. تام مدرب ما يتقي بيع وين تا كي يتفهم مع اللاعبين تاعو، ولا يتفهم يتفهم مع اللاعبين تاعو، هنا المدرب راه كومبليت. مام الرئيس ما يتقي يدير والو الا اذا تفهم مع اللاعبين، قال خلوا الماتش عندنا مصالح، عندنا كذا عندنا كذا. وتزيد تقول ان المنتخب المصري، المنتخب المصري كان من المع المنتخبات انذاك، ما تنساش انه شارك في كاس القارات وتمكن من مقارعه المنتخب البرازيلي باغلب نجومه كاكا وغيرهم من النجوم، رونالدينيو، وتغلب على ايطاليا بهدف حمص، يعني امور كثيره. هذاك المنتخب اللي فزنا عليه حنا وتاهلنا عليه على ام درمان، ربما كون اعيد الماتش ربما نخسروا معاهم. شاركوا قبل ما نروحوا هنا كاس العالم، شاركوا هما في كاس العالم للقارات، شتوا النتيجه اللي جاب، ربحوا ايطاليا، اضافه الى هذا خسروا مع البرازيل 4-3 ولا 3-2 بهدفين لزيدان لو اعلم، وهدف لابو تريكا، وبرازيل كات، وداروا مشوار في كاس القارات مع المع الانديه باش تربح ايطاليا مع بيرلو مع 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 اللي دات كاس العالم كونت زيدان. يعني مش سهله، يعني عاقل على الهدف تاع حمص الله اعلم، وعاقل على الاهداف تاع البرازيل وهزمه زيدان الله اعلم ماركا هدفين، وابو تريكا ماركا هدف. كي تشوف تا النجوم اللي كانوا يلعبوا في المنتخب المصري ذا انذاك، عندك عماد متعب، عندك بركات، عندك ابو تريكا، عندك شكون خاوتي هذاك اللي كان راح للانجليز وعاود رجعوا زكي، عندك هذوك اللي في لا ديفونس اللي راه محلل في الجزيره سبور جمعه، عندك لاعبين كانوا عندهم اساطير تاع لاعبين، غالي اللي كان في توتنهام كانوا عندهم لاعبين كارثه. يعني ما شوف حتى في الهضرات تقول باش نطيقوا، يعني هذو لي ماتش باين الماتش ربما كان اضعف حلقه في هذاك الماتش تاع تاع كات اللي تكمل باربعه، اضعف حلقه هو الحكم، والشعب خرج وقاعد يطيح للحكم ويتو. بصح باش تجي تلمح وحسينا وما حسيناش هذه مكاش منها، اما تكونوا مشاركين او ما تكونوش مشاركين. واحد كي يهدر يهدر يا يهدر نيشان، بصح تجي تحدى مصطفى معزوزي تتهدر هو يدير لك هاك ونوكل عليك ربي ونعرفوه هو علاقته بالحاج محمد روراوة. وكي تجي تشوف وتجمع كل هذه الاحداث علاه خرجوا يهدروا في ذا الوقت؟ هذه اللي نحوسوا نعرفوها. والسلام عليكم وتهلاو في رواحكم خاطئ.